هذه الجمعيات الدور ديالها هو انه تدخل الاموال المتعلقه بالناس اللي تيدخلوا تيشاركوا في الملاعب الرياضيه للقرب، ولكن هذه الاموال هذه تتمشي في دفع الرواتب للناس اللي تيشتغلوا في الملاعب. انا اظن بان اليوم وصلنا لواحد المستوى انه كاين عدد كبير من المرافق الرياضيه اللي يتم التدبير ديالهم من طرف جمعيات. خصنا نلقاو حل باش هاد الامور توقف، وباش الدوله كدوله يمكن لها تدخل هاد الموارد الماليه عن طريق شركات ديال الدوله او عن طريق سيغما، باش نقدروا الموارد الماليه ديال هاد المرافق الرياضيه تدخل في المحاسبه الوطنيه، ما تبقاش تدخل عن طريق جمعيات. وانا متفق معكم بانه هذه نقطه اساسيه بالنسبه للشفافيه في اطار التدبير الرياضي.